كي دايرين؟ لاباس عليكم، صحيحة لاباس، عواشركم بروكا، كلشي مزيان. اليوم غادي نوريكم الطريقة ديالي ديال العسل، كل وحدة طريقتها. أنا طريقتي العسل اللي كنحتاجوه للشباكية، وكنحتاجوه للبغرير، و كنحتاجوه في رمضان بزاف، كترية في رمضان. وأنا كندير فيه غير 2 كيلو ديال قالب يطروح يطرب ما، وكندير اتاي معلقه كبيره، وكندير طرونشات ديال الليمون الحامض. اتاي غادي نديرو في هادي، نديرو بحال نكمسو، نديرو كموسه يكون شفاف باش يبقى يطلق. وبقاو معايا، غادي ندوب القالب والماء في الماء حتى يغلى مزيان، عاد غادي ندير الطرونشات ديال الليمون الحامض واتاي. انا ما كنبغيش ندير المنسمات الاخرين، مثلا القرفه وبزاف اللي كيدير بزاف ديال المنسمات، انا ما كنديرهمش حيت كيكونوا مثلا، انا كنبغيها عادي عسل غير بالاتاي باش يدير لها الكولور زوين، والليمون الحامض حيت ممكن ندير المسمات كيقدروا ما تستعمليهمش في حوايج كاملين، تقدري تحتاجيها غير في شي حوايج. يلا بقاو معايا البنات. البنات هاني خويت الماء فوق القالب، هو كيهود، داك الماء كيهود، راني شعلت عليها ونخليه حتى يذوب كامل، عاد هو يطبخ، عاد غادي ندير اتاي وندير طرونشات ديال الليمون ونسد عليها. البنات ها هو ملي طبخ السكر مع الماء داب، خليته طبخ شي نص ساعه وهكا، ودابا غادي نرمي فيه طرونشات ديال الليمون، كنخليه ساعه قل ربع، كنسد عليه ساعه قل ربع، كنرمي اتاي صافي. كما قلت لكم انا كندير غير اتاي والليمون، كندير شي منسمات اخرين باش العسل ما تجينيش ما تضيعليش الشباكيه ولا دير لي شي مذاق اخر. هادشي اللي كانوا كيديروا القديم كتجي زوينه وبنينه. غنسد عليها، وغادي نسد عليها البنات حتى بقاو معايا 45 دقيقه، وبقاو معايا تشوفوا الشكل النهائي. يلا البنات، البنات ها هو العسل ديالنا من وجد، نوريه لكم. ها هو ثقيل، صافي نحيد منه داك الليمون وداك اتاي، هو اتاي كيعطي داك اللون اللي بغيت انا. ها هو، كنتمنى يعجبكم البنات، نوريكم التقديم ديالو. البنات غادي نخويه حداكم، ها هو كي كيجي رائع. كنتمنى البنات، كنتمنى تجربوه، كينفع بزاف للملاوي، الشباكيه، لاي حاجه. ماشي تمشيو تشريوه، من الاحسن ما انا كنفضل حاجه ديال الدار احسن. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم البنات، وانا في الرواح البنات مريضه بعيد عليكم. ها هو العسل، وبالصحة والراحة البنات.